بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم
فذروها تأكل في ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ألا بعدا لثمود.
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء ولقد جاء صدق الله العظيم.